بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم: والأرض بعد ذلك دحاها. هناك ساعات وليالي وأيام في السنة فيها خصائص لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هناك أشياء ميزت عن غيرها، لابد من مقدمة حتى ندخل في الموضوع. الأشياء التي ميزت عن غيرها: أولا القرآن الكريم. طبعا هناك كتب سماوية حرقت ومزقت إلا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي آية أخرى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن القرآن ميز عن باقي الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور. وهناك أشياء أيضا، مثلا يوم الجمعة أيضا ميز عن غيره باعتبار أن فيه ساعة مقبولة الدعاء. وكذلك الزهراء سلام الله عليها ميزت عن غيرها من النساء باعتبار أنها يعني سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وكذلك ليلة القدر أيضا ميزت عن غيرها باعتبار أن ليلة القدر كما يصرح القرآن الكريم يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني لو وضعنا ليلة القدر في كفة ميزان ووضعنا أيضا 80 سنة في كفة لرجحت ليلة القدر. بعد هناك عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميز عن غيره باعتباره خاتم الأنبياء والمرسلين. يوم دحو الأرض هو اليوم 25 من شهر ذي القعدة الحرام، هو يوم دحو الأرض. الأرض دحيت في يوم 25 من شهر ذي القعدة الحرام، والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة. قال: والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو هنا بمعنى البسط، الدحو بمعنى البسط أي بسطها. كيف بسطها؟ كانت كتلة ثقيلة، كانت كتلة ثقيلة فبسطها. الفقهاء يعبرون عنها كالعجينة، كالعجينة يعني عندما يبسطها الخباز مثلا، فبسطها فصارت مبسوطة. زين، ما يبسط العجينة إلى خبز. بعد هناك ما ورد عن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه بخصوص دحو الأرض. قال مولانا الباقر سلام الله عليه: لما أراد الله تعالى أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربنا متن الماء حتى صار موجا، ثم أزبد فصار زبدا واحدا فجمعه في موضع البيت، جمعه في موضع البيت ثم جعله جبلا، بعد جبلا من زبد، ثم دحى الأرض من تحته، وهو قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فأول بقعة خلقت من الأرض الكعبة، ثم مدت الأرض منها، بعد ذلك مدت الأرض منها من الكعبة. وهناك خطبة لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في بدء الخليقة، وفيها يذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، قال: إن الله تعالى حين شاء تقدير الخليقة وذرأ البرية وإبداع المبدعات نصب الخلق في صور كالهباء قبل دحو الأرض ورفع السماء
وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته، فأتاح نورا من نوره فلمع ونزع قبسا من ضيائه فسطع. فقال له عز من قائل: أنت المختار المنتخب، ويقصد به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبين مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه البداية التكوينية لبدء الخليقة، حيث أن الله عز وجل حين شاء تكوين الخلق والخليقة وتكثيرهم أوجد لهم البرية. البرية وهي الأرض، أوجد لهم البرية وأوجد الخلق بعد أن كانوا هباء. الهباء ما هو؟ الهباء وهو الغبار، أي دقائق تراب ساطعة ومنشورة في الجو أو في الأرض، حيث لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينشئ المخلوقات ويبدع الموجودات أقام الخلائق، في صورة واحدة قبل خلق الأرض، ورفع السماوات. بعد عندنا بعد روايات وردت عن أهل بيت العصمة والطهارة، منها كما ورد عن مولانا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في يوم 25 من ذي القعدة الحرام، قال سلام الله عليه: أنزل الله الكعبة البيت الحرام، فمن صام ذلك اليوم وكان له كفارة 70 سنة، وفي رواية عبادة 70 سنة، يعني على قدر أعمارنا. هذا اليوم شقد عظيم، يعني يوم دحو الأرض كان كفارة 70 سنة، وفي رواية يعني أنه عبادة 70 سنة. أول يوم، وهو أول يوم أنزل الله الرحمة من السماء على آدم سلام الله عليه. أراد الله أن يخلق، أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الأرض، أمر الرياح، الأربع فضربنا متن الماء حتى صار موجا. زين، وهذه الرواية أيضا مستفيضة. بعد رواية أخرى، حديث الكساء: من أجل مودتهم وموالاتهم يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. بعد عندنا يعني إن شاء الله دقيقة واحدة. المقصود بدحو الأرض أن الكرة الأرضية في بدايتها كانت مغمورة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها لفترة طويلة، إلا أن تلك المياه تدريجيا استقرت، وين؟ استقرت في الماء، استقرت في المنخفضات الأرضية، وبذلك تشكلت البحار والمحيطات وعلت اليابسة على أطرافها وتوسعت تدريجيا، وكانت مكة أول نقطة يابسة ظهرت من تحت الماء حسب الأحاديث الإسلامية التي وردت عن أهل بيت العصمة والطهارة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.